الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المرجومة وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الفضيل نسألك يا ربنا أن تكتبنا ممن أعتقتهم من النار نسألك يا ربنا أن تكتبنا في من أعتقت رقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا
والمسلمين أجمعين من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لعبدك الشيخ زايد بن سلطان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ارفع درجته في عليين واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم إنه قد أحسن إلى شعبه والعالم أجمع، اللهم فاجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه خير ما جازيت راع عن رعيته يا ذا الجلال والإكرام. وارحم اللهم إخوانه حكام الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم ارحم من سمي باسمهم هذا الجامع. اللهم ارحم شهداء الوطن الأبرار، وأنزلهم منازل الأخيار، وارفع درجتهم في عليين مع النبيين والصديقين. اللهم اغفر لمن كان سببا في جمعنا هذا في مسجدنا هذا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. اغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه Gracias.